اسمح لي يا استاذ ايهاب ندخل جوه تتفرجنا على الغرف المختلفه، لانه الحقيقه قصر يعني اعتقد دي دور في الحركه الثقافيه الحديثه على الاقل. اكيد بكل سرور. بشكرك. تفضل. استاذ ايهاب انا عرفت من حضرتك انه على طول بيقام هنا معارض مختلفه لفنانين عالميين ومصريين، وايه اللي بيحصل هنا عاده؟ لان طبعا التوقيت ده كل المعارض متوقفه يعني في العالم كله. بالظبط. القصر له تاريخ كبير يعني في انتاج المعارض الفنيه. هو طبعا المكان اتحول لمجمع الفنون سنه 86، ومن التوقيت ده وهو بينتج الاحداث المحليه الهامه والاحداث الدوليه الهامه، ومنهم يعني صالون الشباب وبنال القاهره، ودي احداث في الوسط التشكيلي من الاحداث الكبيره الكبرى المهمه يعني. فتوقف طبعا القصر من سنه 2005 لحد 2017 خضوعا لعمليه ترميم كبيره جدا. من التوقيت من 2017 تم اعاده افتتاح القصر، وهو عنده مشروع كبير اسمه سلسله كنوز متاحفنا، اللي هي انتجت على مدار الاربع سنين اللي فاتوا وحققت نجاح كبير جدا، لانها بتعرض نماذج من الاعمال لاهم الفنانين العالميين والمصريين. كل فتره او بناء على ايه يا فندم بيتم اختيار المعرض التالي، عنوان المعرض التالي؟ هل في ثيم او فكر معين؟ طبعا هو التيمة الكبيره بتاعت المشروع ده اللي هو كنوز متاحفنا. احنا نمتلك في متاحفنا المصريه مجموعه نادره جدا وكبيره جدا لاهم الفنانين العالميين والمصريين. وبالتالي يعني لما جينا نعيد افتتاح الموقع كنا لازم نفكر في قيمة كبيرة جدا نتعامل معها جوه القصر توازي قيمة هذا الموقع الفريد. فالمجموعة دي يعني تم دراسة المشاريع المستقبلية اللي ممكن تتعمل، السلسلة تبدأ ازاي. فبدأنا السلسلة بكنوز متاحفنا الفنية واحد، ودي كانت مجموعة من رواد الفن العالمي ورواد الفن المصري. تلاها مباشرة مجموعة النسيج القبطي والإسلامي، ودي برضو من المجموعات النادرة لأن يعود تاريخ بعضها للقرن الثالث الميلادي. المجموعة اللي بعديها كانت مجموعة ملامح عهد، ودي عرضت الأعمال التصويرية والنحتية المهمة لأسرة محمد علي ابتداء من محمد علي لحد الملك فاروق. وتلاها معرض المستشرقين، وثم نهاية بالمعرض الأخير يعني اللي هو آخر معرض اتعمل هنا اللي هو مختارات من الفن الأوروبي، ودي كانت مجموعة ذات شهرة عالمية واسعة لأنها يعني فيها أعمال لفنانين من مشاهير الفن العالمي زي بول جوجان ورودان ورينوار وهكذا. الحقيقة أنا سعيدة أن أنا باخد جولة مع حضرتك في نفس الوقت وإحنا بنتكلم عن الدور الجديد للقصر. القديمة بقى دي كانت أوضة بلياردو أعتقد. دي كانت غرفة البلياردو. والحقيقة أنه يعني مبدع طبعا، حضراتكم هتابعوا التفاصيل، ولكن القصر يعني برونقه بشكل كبير جدا أعتقد. ده راجع للترميم يعني. طبعا الترميم أخذ وقت طويل جدا 12 سنة، يعني تم التعامل مع كل موقع بمنتهى الحرفية. يعني زي ما حضرتك شايفة تكاد تكون الغرفة يعني لسه خلصانه دلوقتي يعني. فهو طبعا القصر كان محتاج مجهود كبير جدا عشان يخرج بالصوره دي، وبالفعل يعني زي ما حضرتك شايفه المكان كله تم تطويره وترميمه على اعلى مستوى. حضرتك قلت لي جمله احنا بندردش كده انه قد ايه الشغل الحديث اللي القصر اثر على الحركه، حركه الفن التشكيلي في مصر ازاي يا فندم؟ بسطها لنا. زي ما قلت لحضرتك سلسله كنوز متاحفنا دي كانت يعني مش عايز اقول صدمه للوسط الثقافي المصري، لانها عرضت مجموعات بعض الناس ما كانش يعرف انها موجوده عندنا في مصر. هي مجموعات في جزء منها لو قسمتها اقسمها لثلاث مجموعات، يعني في جزء منها فعليا معروض في المتاحف المصريه ولكن ما كانش عليه ما اتعملوش التسويق اللازم اللي هو يبقى معروف ان الاعمال دي موجوده عندنا، وجزء اخر ما تعرضش مطلقا يعني خالص قبل كده، وجزء كبير تم اكتشافه واعيد ترميمه. فالمجموعات النادره دي اللي هي كانت متواليه على مدار اربع سنين عملت يعني تاثير كبير في الحراك التشكيلي المصري وفي الحركه الثقافيه المصريه عموما، خاصه ان في بعض المعارض اللي انتجت هي معارض ليها بعد تاريخي كمان، زي معرض اسره محمد علي، فدي فتره تاريخيه من تاريخ مصر يعني ما فيش كتير كان يعرف ان الاعمال دي بالوفره دي موجوده عندنا ومنتجه على ايد كبار فنان العالم.